يبدو أن الكتل السياسية اتفقت على بقاء مفوضية الانتخابات لحين إكمال مدتها القانونية لتفادي الوقوع في فراغ قانوني يسبب إرباكاً في الانتخابات المقبلة. إلى التفاصيل. السيدات والسادة أعضاء المجلس ممن هم أعضاء في لجنة الخبراء. مع قرب الانتخابات البرلمانية تتصارع الأحزاب على تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والمالية، وتعتبر السيطرة على مفوضية الانتخابات هدفا رئيسا لكل الكتل السياسية لضمان تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتستمر الخلافات بين الفرقاء حول مصيرها. الأحاديث تقول بأنه تم منح مهلة قد تتراوح بين 45 يوم إلى 60 يوم أي شهرين لحث لجنة الخبراء لاختيار مجلس مفوضين جديد، وعدم إجراء عملية سحب الثقة حاليا لحين البدء في مجلس المفوضين جديد. ولكن أنا لا أعتقد، لأن هناك اليوم دخلت عملية الاختيار في المراحل النهائية، أي سيكون الصراع على أشده بين الكتل السياسية، كل يغني على ليلاه وكل يريد أن يدعم المرشح الذي سيكون مواليا له أو ميالا له في الفترة المقبلة. توجه البرلمان للإبقاء على مفوضية الانتخابات أمر أكده نواب لافتين في الوقت ذاته، إلى أن أغلب الكتل مع بقاء مجلس المفوضين على ما هو عليه لقرب انتهاء المدة القانونية ولإتاحة الفرصة للأحزاب في التسجيل لدخول الانتخابات المقبلة. بالتأكيد هناك خلافات، يعني لا يمكن أن يتفق البرلمان عليها. قضية التصويت بالقناعة وعدم القناعة كان اختلاف واضح، كان فرق صوت واحد، حتى أنه البرلمان انقسم إلى نصفين، انقسم إلى جهتين. ما تم التوافق عليه في هذا الصدد أن تبقى المفوضية تمارس أعمالها بالشكل الطبيعي وتنتهي أعمالها بالشكل القانوني، تنتهي أعمالها بالشهر التاسع وتبقى خلال هذه الفترة تمارس أدوارها في تسجيل الكيانات السياسية، في إجراءات البيومتري، في أجهزة تسريع النتائج. كل هذه إجراءات مطلوبة، لا يمكن أن يترك الأمر إلى الفراغ. يأتي مجلس مفوضين جديد ولا يتم التمديد للمفوضية الحالية. ومع اقتراب الانتخابات تشتد الخلافات بين الكتل السياسية لتحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب، تارة حول قانون الانتخابات وسعي كل طرف لإقراره حسب ما يشاء، وأخرى حول مفوضية الانتخابات ورغبة كل حزب سياسي في السيطرة عليها لتوجيه الانتخابات لصالحه. من بغداد، فراس الدليمي.